وزير الدفاع اتشال، وزير الداخليه اتشال، ووزير الشباب اتشال. يعني انت يا سيسي شلت كل الناس دي وما كنتش عارف تشيل كوبر بالمره؟ قرار جمهوري بالعفو عن مسجونين بمناسبه عيد الفطر. ايوه اطلعوا يا جماعه احضروا زيادات الاسعار الجديده عشان تعرفوا انكم كنتوا في نعمه، ولما نسجنكم تاني ما تدعوش علينا. شيخ الازهر: لا توجد ايه واحده في القران تدعو الى قتل اليهود او النصارى، ومفيش ولا ايه بتدعو لحبس الشعب او قتله برضه يا شيخه الفضيله، بس بتحصل عادي يعني. السيسي يعفو عن 32 سجينا اثيوبيا بطلب من ابي احمد. نتائج المؤتمر الصحفي اللي السيسي حلف فيه رئيس وزراء اثيوبيا انه مش هيضر بمصالح مصر في النيل. وبكده رئيس الوزراء الاثيوبي ظهر في الاعلام الاثيوبي بانه محرر المساجين، وزيادة الرئيس ظهر في الاعلام المصري بانه محلف رئيس الوزراء على الميه ما تجمد. توفيق عكاشة: انا مش عبيط والايام اثبتت صحة كلامي. ان انا تحدثت عن ما يسمى بثورات الربيع العربي، كلم كلام اللي انا قلته من سنوات، وكانت الناس بتقول علي اهبل ومجنون وعبيط وبتاع وبنتفرج عليه عشان نضحك الى اخره من هذه الاشياء، وكنت انا ما بزعلش ليه. يعني في مثل، انا مش عايز اهاجم الناس اللي بتسمعني ولكن اعتبروه مثل، ان لما يكون حد عنده علم وبيخاطب ناس ما عندهاش علم فبيتخيلوا ان هذا الرجل مجنون، الى ان تثبت لهم الايام ان هذا الرجل له اهبل ولا عبيط. ده انتم اللي كنتم للاسف الشديد تعانون من الجهل. عودة ذكر البط قال لك: كنتوا بتضحكوا عليا وانتوا اللي جهل. مش ساعتك برضه اللي كنت بتنزل فيديوهاتك في قناتك الرسميه وتكتب عليها عناوين زي الحق توفيق عكاشة اتجنن وهتموت من الضحك يلخ؟ يعني انت اللي كنت بتضحك الناس عليك لان ده كان دورك، محدش استخف بيك ولا حاجه. السيسي اللي عنده حل للازمه الاقتصاديه يجي يقف مكاني. طول ما انتوا بعيد عن ده وانتوا فاكرين انها سهله، فاكرين انها ببساطه، اما تحكموا وانتوا في بيوتكم بره. هم لو عملوا كذا البلد تمشي حلو قوي، بس لو عملوا كده. تعال اخويا، ما تيجي تعال انت اقعد مكاني على الكرسي واحكم انت وتشكر. لا عفو، الف شكر لك. ولا نشكر ولا بعزم عليك بكرسي دخاني ولا اتفضل احكم وتشكر يا صيع. اللي عنده حل الأزمة الاقتصادية يقف مكاني، بس يا ريت قبل ما يجي يحاول يودع اهله كويس عشان مش هيشوفهم تاني، او بلاش يجي ويتعب نفسه، احنا هنبعت له البوكس يجيبه بمعرفتنا وهنقعده في نفس العنبر مع هشام جنينة. السيسي: قسما بالله امشي 10 كيلو ما اركبش مع حد عربيته ويجاملني. لا تركب مع عربيته ايه، احنا بتوع عربيات برضو، احنا عارفين ان عندك كرامه، يعني انت اكيد هتقول له هات فلوس اركب تاكسي. قال لك يجاملني ايه، احنا نشحت 100 مليار لكن نركب عربيه حد وتتحسب علينا جميله؟ لا ليه، ما عندناش كرامه. السيسي: ملف الفساد ما فيهوش هزار. اي حد يخالف قوانين الفساد اللي احنا حاطينها ومش هيقسم معانا على السجن على طول، فاكرينها سايبه ولا ايه؟ السيسي: لو الاصلاحات تمت سنه 77 ما كناش وصلنا لكده. والله كان زمان الناس خلصت من زمان والبلد بقت فاضيه وما فيهاش الا القوات المسلحه بدل الوش والزحمه اللي احنا فيها دي. معلش بقى رئيس، ملحوقه والبركه فيك. احمد موسى: مصر داعم اقليمي لكاس العالم لاول مره. عارفين الجمله اللي شكلها مهم دي طلعت ايه في الاخر؟ ان مصر نورت الهرم بشعار كاس العالم. والله فراشه الحاج السيسي ترحب بكم. توفيق عكاشه: ربطه الجرجير فيها 7 شجرات والدوله بتدعم. يبقى الدولة دعمت لك الجرجير. طيب انت بقى شلت الجرجير وعايز توديه السوق بتركب عربية، العربية دي بتمشي بالصلاة، الدولة مدعمة الصلاة، يبقى تاني مرة الجرجير اتدعم. حلو، يبقى الجرجير اتدعم مرتين. طب لو عملنا مقارنة بين الجرجير والبامية، البامية بتدعم 3 مرات والجرجير بتدعم مرتين، وانت تشتغل؟ ملعون ابو الشغل، اشتغل فين يا عام؟ ها وين شغال يا اخوي؟ نام على ظهرك يا اخوي وشوف المدام كل يوم خميس يا اخوي. عرفتوا بقى الفرق بين الجرجير والباميه؟ نفهم ايه بقى من الموضوع ده؟ نفهم انك لما تيجي تزور شهادتك حاول ما تسترخص عشان النتيجه بتبقى وحشه قوي. بس غريب قوي ان الاستاذ توفيق عكاشة ما كلمناش عن الكوسه مع انها اكتر حاجه الدوله بتدعمها. وضع حجر اساس مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ والمحافظ: هنصنع صواريخ. ما تتخضوش يا جماعه، هو اكيد يقصد نعمل صواريخ من الرمله واحنا قاعدين يعني بنسلي نفسنا. 11 مخالفه تستوجب الحبس او الغرامه بقانون تنظيم الاعلام الجديد. والله انتوا لو بتفكروا تطلعوا قانون يحجب السيسي من الظهور ساعتها هتخلصوا من كل السوشيال ميديا والمواقع اللي عامله لكم وش. تغيير وزراء الدفاع والداخليه والشباب، مفاجآت التشكيل الوزاري الجديد. هو كلمه الدستور دي من ايام الفراعنه؟ امال الفراعنه دول كانوا صيع قوي. طبعا ما بيقول لك يا فرعونش فرعنك، ما لقيتش حد يقول لي دستور كده. الصوره دي ما عادش فاضل فيها غير دول، يعني يا رب السيسي ما يتلخبطش وهو عمال يشيل كل اللي في الصوره ويقوم شايل نفسه بالغلط. المهم بقى واضح قوي ان السيسي ماشي حاليا على استراتيجيه السادات، ما تسيبش حد في مطرحه عشان ما يرح راحش ويفكر يتقرنن عليه. اما عن تحصين الدستور لمنصب وزير الدفاع فيبدو ان تقريبا كده التحصين اللي في الدستور طلع بايظ، او وزير الدفاع نسي ياخد التحصين في ميعاده.
ده غير ان الدستور ذات نفسه اسم الله على مقامكم يعني مش هيعرف يحصن نفسه اساسا وهيتغير. بالمناسبه صحيح، وزير الدفاع الجديد هو اللي فض اعتصام مجلس الوزراء في المسبحه اللي عروا فيها واحده من البنات وسحلوها قدام الكاميرات ورموا الجثث في صناديق الزباله على الهواء، داخلين على الايام زي الفل الحقيقه. وزير الدفاع يهني السيسي بعيد الفطر ولاؤنا مطلق لمصر وشعبها. الولاء لمصر وشعبها مش هينفعك والله، خلي ولائك مع السيسي، مع ان ده برضه مش مضمون يعني، اديك شفت اللي حصل اللي قبلك. بص سيبك من موضوع ولاء ده خالص احسن. غيث يودع جمهور قلبي اطمأن على امل اللقاء. رحم الله زايد، زايد الخير والعطاء ومنهم المسيح، ولعل هذا البرنامج احد ثمار ما زرعوه فينا. سامحونا ان ارسلتم رساله ولم نستطع الرد عليها، فرسائلكم تصلنا بالالاف كل يوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. سامحونا لاي تقصير حدث منا وكان فيه اي مس للمشاعر، فنحن في النهايه بشر نصيب ونخطئ. سامحونا ان بدر من عفويه حديثنا ما اثار استياءكم او لم ينل الاستحسان. بعد ان اشتم معانا حاله بحاله، نود توجيه رساله لكم. غيث ليس ببطل خارق، غيث لا يجب ان يكون صاحب اموال طائله، غيث لا يجب ان يكون باي صفه او هيئه غير المحبه، غيث هو اي قطره رحمه موجوده في قلبك توصلها لغيرك وتنشرها. كن من الدالين على الخير، كن من الذين يساعدون بوقت او بمال بكلمه طيبه بابتسامه بجبر خاطر او باي طريقه اخرى بالتي تستطيع، كن انت الغيث. وبالوعد اللي بيني وبينكم ان كل واحد فينا من هاللحظه يكون غيث. بسم الله نبدا سعاده جديده. عشان الناس اللي اعترضوا على الكلام اللي قلته عن البرنامج الحلقه اللي فاتت، اظن شفتوا بنفسكم بشكل واضح البروباجندا السياسيه اللي في ختام البرنامج. انا عارف ان الفكره رومانسيه وجميله ومريحه، لكن للاسف الواقع مر، الواقع اصعب من كده. خلوني الفت نظركم لنقط بسيطه جدا فكروا فيها. مين منتج البرنامج؟ منتج البرنامج مؤسسه دبي للاعلام، جهه حكوميه، يعني الدوله هي اللي انتجت البرنامج. يا ترى كم التبرعات اللي اتدفعت للناس في الحلقات كانت كام؟ اجمعوها كده وفكروا يا ترى تكلفه انتاج البرنامج ذات نفسه كانت كام. اما عن غيث، فلو كانت شخصيه غير معروفه ليه خبوا صوته؟ ما هو لو شخص عادي كان يكفي التخفي بالشكل، يعني مش محتاجين يلعبوا بصوته كمان. وفي الختام خلوني اقول لكم باختصار، اي حد يصور الناس وهو بيساعدهم هو ابن قولا واحدا. عزمي مجاهد اللي ما دخلش الجيش المصري ما شافش حاجه حلوه في حياته. كان مثلا بتبقى السريه فيها نجوم مصر كلها. صحيح. وكلهم بيلبسوا الميري والافرول، وده شرف. اللي ما دخلش الجيش ما شافش حاجه حلوه. طيب انا عايز اوريك اللي صوره. ما دخلش مصنع الرجال يا محمد. ايوه انسى. القوات المسلحه، القوات المسلحه واللي دخلوا ما شافش حاجه خالص، لا حلو ولا وحش. توفيق عكاشه، كل زملائي من الاعلاميين غير مثقفين نهائيا. بعد كل التكنولوجيا ووسائل الاعلام وكل، وانت لسه ما بتفهمش. ليه؟ علشان بتاخد علم غلط، قاعدين بيقولوا لك كلام غلط. بص انا بقولها لك وش، كل زملائي من الاعلاميين ليسوا مثقفين نهائيا، وبأناشدهم ان يعيدوا بناء ثقافتهم. بصراحه المفروض الاعلاميين يثقفوا نفسهم زي الاستاذ توفيق عكاشة، يعني يروحوا يزوروا لهم شهاده دكتوراه ولا حاجه زي ما هو عمل يعني، بدل ما هم قاعدين كده. وبعدين هو الاعلام محتاج ثقافه اساسا؟ الاعلام محتاج ليونه، محتاج تطبيله يا استاذ توفيق، انت سيدي العارفين يعني. توفيق عكاشة والمصحف السيسي مش عاوز يزود الاسعار لكن مش عارف يوقف الزياده. وربي انا بعمل زي الفلاحين بالظبط ما بيعملوا. وحياه المصحف ده، وحياه المصحف ده، ما في رئيس جمهوريه في الارض كلها بيبقى عايز يزود اسعار. وكتاب الله هذا، وكتاب الله هذا، الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايز يزود اسعار. امال الاسعار هتزيد ازاي؟ علشان ما هوش عارف يوقف زيادتها. يا وليد يا خاطي، ما بيعرفش يوقف الجزر، عايز يزيد بعد 10 دقائق وما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف. توفيق عكاشة، الفلاحين بيستحموا مره واحده في الاسبوع وعدم الحموم يوميا ده فساد. عدم الحفاظ على ممتلكات الدوله فساد، تمشي ترمي زباله في الشارع فساد، ما تستحماش كل يوم مره فساد. هتقولي ازاي اعمل فساد في دي؟ اقول لك مثال، هات اي واحد فلاح، وهات فلاح ايطالي وفلاحه ايطاليه. الفلاح الايطالي بيستحمى كل يوم، تعالى بقى على الفلاح المصري، يبقى كويس لو استحمى مره في الاسبوع. وانا مش عارف انت جبت معلومه ان الفلاح المصري ما بيستحماش، انت مثلا كنت بتلف على الفلاحين في الحمامات، ولا انت واخد نفسك مقياس للفلاح المصري ففاكر ان هم كلهم زيك؟ توفيق عكاشة، الرئيس السيسي فاهم هو بيعمل ايه وبيقرا القران بفهم وعلم. انا من غير ما اعرف انا اقول لحضرتك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي كيف يقرأ القرآن. أصل القرآن ده له نظام للقراية، مش أي واحد كده يقولك أنا ختمت القرآن وقريته يبقى قراه، لا، ده في ناس قرأت القرآن 100 مرة ولم تقرأ. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقرأ القرآن كالقصة، يريد إن هو يفهم معانيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم تمام العلم بعلم قد أزاده الله إياه، قد أزاده الله إياه، لم يعلمه أحد، اللي علمه ربه، لما خلى عقله يقرأ القرآن كقصة حياة الأرض. محدش علمه، عشان بس الناس اللي هتصطاد في المية العكرة وتدور على شهادات وتعليم الرئيس وما تلاقيش حاجة ما يعرفوناش، ده ربنا اللي علمه يا جماعة. بس الأستاذ توفيق ما قالناش هو الوحي بينزل عليه امتى، عشان دي أسرار طبعا. واضح ان غدد التعقيص عند الأستاذ عكاشة اتملت على الآخر في السنتين اللي بعدهم عن الشاشة، فيعيني لما رجعت فجرت في وشنا. توفيق عكاشة يكشف أسباب تغيب الإعلامية حياة الدرديري عن الساحة الإعلامية. الإعلامية الكبيرة حياة الدرديري وهي بالفعل مشغولة في الامتحانات بتاعت بنتها، بندعي لها ان ربنا ينجحها، عندها بنتها في الثانوية العامة، بينما الوقت الذي تحتاجه مصر منها كان وقتا عصيبا، ولكن الذي تواجهه هو اعصب. ده طبعا خبر مهم جدا، ولازم كلنا ندعي لبنت مدام حياة ان بنتها تقعد 10 سنين تمتحن في الثانوية العامة عشان مامتها تبعد عننا. يعني وانا ما بحبش الاذية والله يا بنتي، بس يعني نضحي بيكي ومستقبلك، ولا امك ترجع ونضحي بمستقبل البلد كلها. احمد موسى عن مباراة مصر والسعودية، محدش ياخدنا لخناقه، احنا اشقاء. المملكه العربيه السعوديه ومصر اشقاء، في الاخر احنا بنتكلم على مباراه كره قدم، مفيش معارك، محدش ياخدنا للموضوع ده، ميبقاش في خناقه. ايوه يا جماعه، احنا والسعوديه اشقاء طبعا، ما هي اللي بتعمل لنا الرز. السيسي يشيد بالمنتخب الوطني، فخور بالاداء الرجولي. بصوا بقى، من الاخر هتكسبوا هتخسروا هتتعادلوا، السيسي هيلاقي حاجه يشيد بيها وهيبقى فيه انجاز في الموضوع، دي لعبته يعني. مصطلح التمثيل المشرف والاداء الرجولي ده مثلا حاجه كده حصريه في مصر، عملوه من باب التيسير، واحنا اصلا بنتغلب كتير قوي يعني، ايه بقى كل مرة هنزعل؟ ما ينفعش طبعا. فاخترعنا التمثيل المشرف اللي هو فرحه يا جماعة، احنا صحيح اتغلبنا بس ما اتغلبناش قوي يعني، من 3 الى 5 جنيهات النقل ترفع اسعار تذاكر الاتوبيسات. لا، ما احنا مش هنغلي عليك البنزين تعمل بتفهم وتركن عربيتك وتركب الاتوبيس، احنا مش مغفلين وهنغليه لك برضه. استهدى بالله يا ابني وانزل امشي على رجليك. البترول تبرر زيادة اسعار الوقود، الدعم يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. طبعا الدعم هو اللي كان مانع الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي ان الشعب يبقى كلهم شحاتين زي بعض. الحكومة ترفع اسعار الوقود في العيد، وفيها ايه يعني يا اخي لما البنزين يغلى؟ انت مش عندك عربيه، خلاص بيعها وهات بنزين، ولا عاوز يبقى عندك عربيه وبنزين كمان؟ ما تبطلوا بقى الرفاهيه اللي انتوا فيها دي. شكوى 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 شكوى، محدش بيتكلم في حلول خالص. احنا نزرع السطوح خضار وفاكهه ونربي فراخ ونعمل فرن بلدي، وان كان على المواصلات نركب بعض عادي يعني. لحظه بكاء السيسي خلال الاحتفال بعيد الفطر مع اطفال واسر الشهداء. النهاردة يا فندم التاريخ هيسجل اليوم ده ويقول فيه انه حضرتك اول رئيس لمصر بيعيد مع ابناء الشهداء الابطال ويفطر معاهم. ولمتنا النهاردة دي فيها مجموعة رسائل. الرسالة الاولى لأهل الشر، بنقول لهم مهما حاولتم بشركم مش هتقدروا تقللوا من اصرارنا وعزيمتنا. يعني مالك بس يا بابا، لبس العيد مش عاجبك ولا مخبين عنك الكحك ولا ايه بالظبط؟ كان من اللطيف جدا ان سيادة الرئيس واجهزته السيادية تدعو الأستاذة نجوى إبراهيم الشهيرة بماما نجوى لتقديم حفلة الإفطار اللي عملها مع أبناء شهداء الدولة. بعيدا عن الابتزال المعتاد بتاع الدموع الجليسيرين اللي مغرقة وش سيادة الرئيس، والأطفال اللي كانوا كلهم تقريبا لابسين لبس عيد عبارة عن علم مصر بشكل عفوي تماما، صدفة طبعا، وكل الحاجات اللطيفة اللي تعودنا عليها دي، كان من الملاحظ إن ماما نجوى استخدمت نفس خطاب سيادة الرئيس تقريبا، مصطلح أهل الشر اللي هم بطبيعة الحال الأشرار يعني. ورسالتها للمصريين بما هو مشهور عنهم من شهامة أهل البلد حول ضرورة الوقوف بجانب أهل الشهداء. والحقيقة مش مفهوم الأجهزة السيادية استدعت ماما نجوى ليه، يعني الأطفال وأمهاتهم غالبا عمرهم ما شافوا برنامج الأطفال بتاع ماما نجوى ولا بقلص، عشان يحسوا بنوع من البهجة لما يشوفوها بتقدم الحفل. في تصوري استدعاء ماما نجوى يأتي في إطار استدعاء إعلامي عصر الريادة الإعلامية بتاع صفوة به الشريف، يعني استدعاء الأستاذ حمدي الكنيسي مذيع صوت العرب ورئيس الإذاعة لمنصب مش عارف إيه الأعلى للإعلام، وطبعا الأستاذ مكرم محمد أحمد وغيرهم. فيبدو الله أعلم إن الجماعة عاوزين يستعيدوا عصر مسبير القديم، القناة الأولى والثانية ومسلسل الساعة 7:30 نشرت الساعة 9، الدراما الاجتماعية المكررة والمملة، عصر الناس الطيبين اللي أبهروا العالم لما خرجوا بمئات الملايين دعما لقائدهم وزعيمهم بعد أكبر هزيمة عسكرية في تاريخ البلد، عصر الناس المسلمين المؤدبين اللي مربعين إيديهم اللي ملهيين في أكل عيشهم وبيقضوها بأي حاجة واللي مالهمش دعوة بحاجات من نوعية الحقوق والحريات، مصر العذراء المسالمة أم طرحة وجلابية اللي لم تتلوث بأفكار الإرهابيين والتمويل الخارجي، مصر الميتة بتاعتهم دي. يلا بالتوفيق. الشناوي يرفض جائزة رجل مباراة الأمس لأنها مقدمة
مقدمة من شركة خمور بغرض الدعاية لها. الشناوي رفض يستلم الجائزة وده حقه، وعملها قبله يايا توري من كام سنة، والحقيقة العالم بره بيتقبل ده لأنه بيحترم إن كل واحد حر في الحفاظ على معتقداته الدينية طالما ما أذاش حد يعني. إنما المشكلة الحقيقية عندنا في مدعي الحرية والعلمانية زي خالد منتصر اللي مسك الشناوي سلخ وتريقة واتهامات بالتخلف لمجرد إنه رفض استلام الجائزة، مع إن نفس الناس دي ممكن لو حد هندي بيعبد البقر لو حصل معاه موقف مشابه ورفض استلام الجائزة على شكل بقرة مثلا ولا فخدة بتلو هيقوموا يدافعوا عنه وساعتها مش هيبقى متخلف ولا متطرف، ربنا يشفي. كاميرا اون لايف، ردود افعال المواطنين حول تحريك اسعار الوقود. المواطنين عندنا هنا في المنصوره متقبلين وضع زياده الاسعار تمام، ولسه احنا ربنا يسهل علينا. والله يبقى جميله برضك لو هي الزياده مثلا هتخدمني في حاجات كتيره في خدمات تانية ماشي، دي بتشيل دي مثلا، يعني الخدمه دي بتشيل الخدمه دي او الزياده دي بتشيل الخدمه دي. الزياده دي طبيعيه بس دي معقول، يعني احنا في حته تانية الحاجه غاليه، فهي بالنسبه لنا ده حلو روتيني للتذكرة الزيادة، في تكييف، فيها واي فاي، فيها كل حاجة اوبشن، يعني ترفيه، يعني رد فعل طبيعي، خصوصا ان احنا شعب بنحب الخير فلازم لما الاسعار تزيد نفرح لها طبعا وندعي لها ربنا يزيدها كمان وكمان، مش نفس بقى ونتضايق ونحقد عليها. عموما هو طبيا موضوع تحريك الاسعار ده مفيد جدا للاسعار بدل قعدتها يعني، وهيخليها تتحسن قوي في الفترة الجاية. قال لك تحريك الاسعار قال. نجيب ساويرس، ثاني اغنى مصري وخامس اغنى عربي، بيقول للناس اصبروا على الغلاء معلش، وانا مش بقول كده عشان مرتاح. ربنا يكون في عون الاستاذ نجيب، والله هيرتاح ازاي وفي واحد في مصر اغنى منه مع ذلك صابر ومستحمل عشان البلد. تركي آل الشيخ، العيب مو في بيتزي. هو انا مش فاهم الصراحه ايه علاقه صدر حضرتك بالموضوع، هي اللعيبه كانت بتسيب التمرين ولعب الكوره وتلعب فيه ولا ايه بالظبط؟ التلفزيون المصري يتراجع عن بث مباريات المونديال بعد قرار بين سبورت. هو احنا يعني كنا هنسرق شرط البث ليه؟ ما هو عشان الشعب جعان كوره، ولما نسرق عشان ناكل يبقى مش حرام؟ بس منه لله الاتحاد الدولي بقى ما رضيش يخلينا نسرق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تركي آل الشيخ، لاعب السعوديه سود وجهي امام الجماهير. ما ادري شو اقول لكم، سود وجهي، هذه النتيجه انا اتحملها كاملا امام سيدي ولي العهد والجمهور الرياضي، لكن هذه امكانياتهم، عملنا كل شيء، سددنا لهم مستحقاتهم 3 سنوات، جبنا لهم يعني افضل طاقم تدريبي. بصوا انا متحمل المسؤوليه، بس ما تستغربوش لو بعد المونديال المدرب مشي واللعيبه مشيت وكل الناس مشيت من مناصبها وما فضلش الا انا. انا متحمل المسؤوليه بس هرميها عليهم عادي يعني. قال لك سود وشك، سود وشك ايه يا راجل، دول شوهوه خالص، ده حتى ما عرفوش يجيبوا هدف شرفي. انا عارفك بتحب الحاجات الشرفيه قوي. امن السويس يضبط 14 تاجر حشيش في ليله العيد. الحكومه مش هين عليها الناس تتخدر عشان ما تحسش بالصبه في المصلحه، عاوزاكوا فايقين كده وهي بتصب، لان زي ما انتوا عارفين طبعا لازم تتألموا عشان نبقى دولة حقيقية. لكن عموما الموضوع حله بسيط، حد بس يسرب خبر لسيادة الرئيس ان دخل بيع الحشيش يوم الوقفة اعلى من دخل قناة السويس طول السنة، هتلاقوا الحشيش نزل في منازل بيع الجيش والدنيا بقت بيس وميت فل و14. الرئيس السيسي، نقدم ارخص ثمن للوقود واتحدى العالم كله. انا كنت بتفرج النهاردة على المؤتمر اللي عمله الدكتور شاكر فيما يخص اسعار الكهرباء في مصر، هنتكلم بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، احنا تقريبا نقدم كل ما يمكن تقديمه بأرخص تكلفة وأتحدى في ذلك العالم كله. بنتكلم على طاقة، ده أرخص ثمن له. بنتكلم على وقود، ارخص ثمن ليه. وقود ايه وكهرباء ايه اللي نتحدى بيهم العالم؟ احنا نقول لهم على الكبيره بقى، احنا بنقدم ارخص بني ادمين في العالم، مفيش بني ادم في العالم بقى ارخص من مصر. توفيق عكاشة، يقسم على المصحف، لو ما صدقتوش كلامي هتشوفوا اسود ايام حياتكم واسرائيل هتملك مصر بعد 3 سنين. ولو كنت طالع اطبل كان زماني قلت يعني هو الفرح ناقص مطبلاطيه. انا طالع اقول كلمه حق، اقسموا على هذا المصحف واحنا في رمضان، حضراتكم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتوا بيه وعملتوه لا هتشوفوا أسود أيام حياتكم. انتوا دلوقتي بتعملوا الآتي، انتوا دلوقتي عمالين تصوتم علشان كل السلع أسعارها ارتفعت، وحياة كتاب الله لو واحد فيكم نزل الشارع لما هتلاقم السلع أصلا. وأقول لكم كمان بعد ما فيش أربع سنين 3 سنين ستملك بني إسرائيل مصر كلها. اوعى تنزلوا الشارع عشان اسرائيل تملك مصر بعد 3 سنين، خليكوا قاعدين في البيت عشان تملكها دلوقتي، واحنا لسه هنستنى 3 سنين. هو صحيح اسعار السلع عماله تزيد وانتوا شحاتين ومش عارفين تشتروها، بس في ناس تانية حراميه ومعاها فلوس وقادره تشتري، ما تنزلوش بقى وتعكننوا على الناس اللي قادره تشتري وتقرفوهم يا شحاتين. قال الشيخ لصلاح، ربنا يشفيك بعد المونديال ان شاء الله. كلمه لمحمد صلاح ربنا يشفيك بعد المونديال ان شاء الله. يا اخي انت ليه محسسني ان محمد صلاح هو اللي هيمنعك تاخد كاس العالم؟ طب ما تدعي ربنا يشفي لعيبتك انت من مرض الزحف على الارض بدل الفضايح اللي عملوها قدام روسيا. البرلمان يوافق على قانون فرض رسوم على تصريح دفن الموتى. ايه ده؟ انت مت قبل ما تخلص كورس الفشخ اللي الدوله كانت مجهزه لك، بس ملحوقه هنفشخك وانت ميت برضه مش هنغلب يعني. الاثار ترد على جدل شعار المتحف، استغرق تصميمه شهور واختاره قامات. ده
اختاروا قامات طبعا، الاستاذ هارديز والاستاذ كوك دور وكل مؤسسي الفاست فود في مصر. فطبيعي يعني ياخد تصميم مشهور لان هما كانوا محتارين يسيبوه كده ولا يحطوا معاه كول سلو في التصميم. توفيق عكاشة، حياة درديري، اول حب في حياتي. اول حب حياة الدرديري. اول اخفاق اللي انا تعرضت له في الفترة الاخيرة. ودي ميزة الشغل في الإعلام المصري يا جماعة، بيعرف الناس على بعضها ويقربهم من بعض. قلوب كتيرة يا أستاذ توفيق. الرقابة تتراجع عن قرار منع كارما بعد ساعات من إصداره، وخالد يوسف يشكر مؤسسات الدولة السيادية. بيسعدني إن أنا أبلغ كل المهتمين بأزمة منع فيلم كارما إن الحمد لله الأزمة قد انتهت وحصلت على الترخيص مرة أخرى وألغي القرار الصادم من الرقابة بسحب الترخيص. الحمد لله حصلت على الترخيص بكامل الفيلم دون حذف أي لقطة منه ولا أي كلمة منه. وبإذن الله كده الفيلم هيتعرض في العيد كما كان مقررا، والعرض الخاص بإذن الله النهاردة الثلاث الساعة 9:30 بالليل. كل الشكر لكل مؤسسة الدولة السيادية التي تدخلت لحل الموضوع ده، على أساس أن الرقابة بتمنع الأفلام من نفسها كده من غير أوامر الجهات السيادية يعني. فلما بقى الجهات السيادية عرفت رجعت الفيلم، وكل ده حصل في يومين. خايبة أول حركة دي يا أستاذ خالد، واضح أن تفرغك للسنين اللي فاتت كلها أثر على مستواك في الدراما، فالحبكة طلعت بايظة قوي. أحمد موسى عن عودة توفيق عكاشة للشاشة، عاد مجددا رجل كان يقف بجانب الوطن. دكتور توفيق عكاشة عاد مجددا عودا حميدا. توفيق عكاشة تتفق تختلف، ولكن الراجل ده واحد من الناس اللي كانوا واقفين مع البلد. توفيق عكاشة كان واقف مع البلد، قامت البلد زقام وقعاه لما لقيته ملوش لازمه، وخلت اللي زيك يردم عليه. بس تقريبا البلد احتاجته يقف معاها تاني في حاجه دلوقتي، فقومته بتخلي اللي زيك ينظف له هدومه من التراب اللي وقع فيه. حاجه عاديه يعني بتحصل كل يوم. السيسي يجب ان نتالم لكي نكون دوله حقيقيه. وانا مش عايز اقرب يعني، مش عايز اتكلم فيها كتير عشان ما تزهقوش، بس مفيش مفر. إذا كنا عايزين نكون دولة حقيقية لجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة. طبعا اي دولة عاوزة تبقى دولة حقيقية لازم الناس اللي فيها تتألم. انا شخصيا بسمع صوت الناس في اليابان والمانيا من الالم وانا في بيتنا. قالك نتألم عشان نبقى دولة، امال لو عايزين نبقى عيادة سنان هنعمل ايه؟ الرئيس السيسي كان من الممكن تأجيل الاجراءات لفترة اخرى، ولكن لن اعطي ظهري للدولة. لو سمحتم كلكم واللي بيسمعوني وحتى في الاعلام بعد كده لما يتكلم مع الشعب المصري، لو سمحت ما تدينيش ظهرك، مش تديني انا ظهرك، انت بتدي ظهرك لمصر، للدولة ديت. ما تديش ظهرك لمصر، مش ليا، انا ما اديتش ظهري ليها، واللي انا بعمله ده ما بديش ظهري ليها. والله يا ريس احنا برضو مش عاوزين ندي ظهرنا للدولة، بس كل ما نديها وشنا تقوم هي لفة ووقفة ورانا. الظهر الوضع ده عاجبها باين، مش فاهم انا. فيما عدا ذلك فيها كل شيء في مصر على وضعه. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.